المزقوف عندنا هذا الطيب مرغوب احسن كلهم يعني احسن من الميت بالشوي. اول مره نفتح السمكه وبعدين نضربه ملح وطماطه وبعدين نعلقه. والله الساعه 3 حاليا مخابرين 3 علقنا لهم. اتصلوا تليفونيا؟ ايه تفتح السمكه وبعدين تغسلها وبعدين ما نغسلها وملح نخليه وطماطه نضربه ونعلقه. الغسل ايش قد طول بيه؟ ما طول بيه دقائق وملحه ونعلقه. انت توزن كيلو لو اشهر حسب الطلب 3 كيلوات 4 5 اشوف ايش قد يريد ان اعلق له. والله اسعار الساعه الطيب 6.5 عم بيعه مع الشوي 8 الجري 6 5.5 تقريبا 4 الناعم الوسطاني 5 هالشكل. اكو ناس تجي تاكل هنا ما عندك يعني لا نشوي هنا ويروح على المطعم ياكل بالمطعم لا يوصوك كلهم عطارين كله باب السراي مرات توصي حسب معاميل تجي اكو بعد المنطقه قلي وشوي شوي ايه يعني اكو ناس ترغب الشوي واكو ناس ترغب القلي يجي على القلي الاكثر اشلون الشوي مرغوب لان على مود دهن ما ابي دهن يعني هذا يجي من التكريت اربيل يجي داقوق منه يجي الطيب والجري يجي من الجنوب يومية تجي زدت ايه زدت الغبشة الصبح و انت توصيه؟ اوصيه ايه يعني اوصي مثلا 150 80 هو يزيد شوي يطول ساعة ساعة وربع ساعة ونص بالشتاء بالصيف طول ساعة الخشب المستخدم سكيب سجر نجيب نشوي معاه شوي شلون تعلقون الخشب يعني باي نار يعني تنتقلون جيب خشب يا بالسلخ ايه ونشوي بيه نقب النار بيه طريقة الشوي اشلون بس هاي العملية لو تفروها السمكة من تستوي تكمل انزل اشوي الظهر مالتها الوجه ساعة وربع ساعة ونص بس الظهر ماله 5 دقائق انزلها على الظهر سؤال يعني انتم تنظفون الظهر مالها الجسم ماله لا 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 بالقشر ماله من يشيل القشر ماله يشتعل اللحم ماله الاسعار ماله 6.5 كيلو ماله 6.5 الطيب بس الحي ميت لا يختلف 6 5.5 يعني السمكة شوي السمكة 3 كيلوات مثلا ايش قد سعرها؟ سعرها هي وشوي ب8 بلا شوي 6.5 يعني 3 كيلوات تقريبا 24 بالنسبة اكو طلبيات بالتليفون؟ ايه شغلنا كله على التليفون يعني هذول 3 قطع خبروني عليهم على التليفون قالت 3 قطع شوي لي اياهم بال10 جاي اخذهم انت يعني تقولوا على الوقت لما تقولوا؟ ايه يعرف وين ليش اخذ رقم التليفون مالي قبل بساعه ساعه وربع خابرني احسن ما يجي ينتظر هنا ساعه قبل ينتظرها يجي ياخذها قبل كامله وشويه كونك مواطن مصري انت يعجبك مثلا تاكل السمك المزقوف طبعا اكيد لان هو اول شيء صحي عندك ثاني شيء هو الدكاتره ينصحون بالاسبوع مرتين تاكل السمك فدائما نجي يعني على راس الجسر ناخذ سمك مزقوف ومرات نوصيهم يدزوننا سفري السمك شيء صحي يعني ماكو غير نوعيه بس سب. لا اكو عده انواع اكو عده انواع عندك السمتي الكالبرس الجري شبوط كله شوي اي كله شوي يصير بس الجري لا يصير قليل عندك كل الكالبرس والشبوط شوي اكيد مزقوف والله حسب ظروفي مرات يعني بالشهر 3 مرات او مثلا مرات بالاسبوع بالشتاء يعني عندك اغلب المواطنين يجون يتريقون سمك اغلب المواطنين هسه جاي يتريقون سمك تلقيهم طبعا اكيد هسه انا ما اخذ للبيت على مود اني اسقف وغادي بالطريقه تسقف بالبيت؟ اي اسقف اني بالبيت عندك معلومات؟ عندي معلومات طبعا اكيد انا 4 سنوات يعني قلت لك كان عندي مطعم بعدين عزلته